بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن منارا للسالكين وشفاء ورحمة للمؤمنين وحجة على العباد أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب أن نتحدث في هذا الدرس بعد العصر في هذا المسجد المبارك أن يكون حديثنا تفسيرا وبيانا لسورة كريمة من سور القرآن الكريم. وما أحوجنا إخوتي في الله إلى هذه المادة، مادة التفسير. فالقرآن الكريم ما نزل إلا ليتدبر وليفهم قبل أن يعمل به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى حاثا عباده على تدبر القرآن وتفهمه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا جاء في سياق الحث والذم في نفس الوقت، أن الذين لا يتدبرون القرآن ولا يسعون في فهمه شبه الله قلوبهم بأنها كالأقفال أو كالقلوب المقفلة المغلقة. وهذا يدل على أن تدبر القرآن مطلوب شرعا. وإذا كان هذا القرآن قد نزل بلغة العرب، وما احتاج العرب إلى كثير بيانه، بمعنى لم يحتج المجتمع الذي نزل فيه القرآن، ما كان محتاجاً إلى مادة التفسير، لأنهم عرب فصحى يتكلمون العربية الفصحى سليقة. ما يحتاج الواحد منهم يتعلم علم النحو والصرف والبلاغة والبديع والبيان وشعراء، لغتهم العربية الفصحى بل قمة الفصاحة. فما ظننا بهذا الزمان، زماننا اليوم، نقرأ القرآن ونسمعه ولكن يخفى علينا الكثير من معانيه، قد نحفظ ولا نفهم حتى بعض قصار السور. لو سألنا الناس أو كثيرا من الناس عن آية واحدة من كتاب الله تعالى فيما يحفظه من قصار السور، ما معنى هذه الآية؟ لا أعرف. وهذا إشكال ولا إشكال عظيم، إشكال عظيم. الواحد منا إذا اشترى ثلاجة أو غسالة أو شيء من هذه الآلات، يكون في هذه الآلة ماذا؟ سبيل الاستعمال، النوتيس، صحيح ولا؟ يقرأ شوية كيف تشتغل وكيف تعمل وكيف تتوقف وكيف تمشي وإذا في عطب. فهذا القرآن فيه بيان كل شيء. ونزلنا عليك القرآن كتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يتفكرون. فهذا القرآن ضمن الله سبحانه وتعالى فيه سعادة الإنسان عاجلا وآجلا إن عمل به واتخذه منهج حياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وليس شأن أن نقرأ فقط، شأن أن نقرأ ونفهم، والفهم هذا يؤدي إلى عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لأن هذا الفهم من أسباب زيادة الإيمان. إذا عقل الإنسان وأدرك معاني الآيات والسور يزداد إيمانه وتزداد بصيرته وتعظم ثقته في هذا القرآن، ويتيقن أنه من عند العزيز الحميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا أمر في غاية ما يكون من الأهمية. ولو سألنا
هل في المساجد اليوم درس للتفسير؟ مش دروس ولا سلسلات، درس واحد في الأسبوع حتى لاختصار الصور التي يحفظها الناس ويقرأها الناس، كبيرهم وصغيرهم، شبابهم وشيوخهم، إلا ما رحم ربه. والتفاسير موجودة، على الأقل إذا لم يكن الإنسان عارفاً أو عالماً به يمكن أن يخصص درساً في التفسير، حتى من تفسير المختصر، تفسير الميسر، يقرأه لنفسه ولإخوانه. مهم جداً يا أخو، لا أطيل في بيان فضل التفسير وأهميته. نتناول هذه السورة التي طلب أن نتحدث عن معانيها، وهي سورة الليل. أنتم اخترتموها، شاء الله تعالى أن يكون اختياركم هذه السورة المباركة، وهي سورة من السور المكية، نزلت قبل من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولا بد أن نعلم أن القرآن المكي يتميز بعدة مميزات. من مميزات القرآن المكي، أول ميزة فيه أن آياته قصيرة، آيات القرآن المكي أقصر من الآيات المدنية، هذا واحد. الموضوعات والمحاور التي تحوم حولها سور القرآن المكي ليست هي القرآن المدني، أغلب موضوعات ومحاور القرآن المكي تحوم حول مسائل الاعتقاد، إفراد إثبات العبودية والألوهية لله وحده، إقامة الحجج والدلائل القاطعة على استحقاقه للعبادة دون غيره من خلال عدة أساليب معروفة، يتضمن كذلك إثبات الرسالة. القرآن المكي كثيرا ما يأتي فيه إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وأنه رسول الله حقا. كذلك يقرر القرآن المكي مسألة أنكروها، أي أنكرها العرب الجاهلية أو الجاهليون، وهي البعث بعد الموت، فيتحدث عن البعث بعد الموت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين. شفت، هذه كلها قرآن قرآن مكي يعالج هذه القضية، قضية إثبات البعث بعد الموت، وأن الحياة لا تنتهي بالموت، هناك حياة سرمدية بعد الموت. يتحدث عن الجنة وعن النار، طبعا يعرج على بعض الآداب كذلك العامة الاجتماعية، لكن ليس في ذلك تفصيلا كثيرا. مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، دعوا اليتيم، عدم طعام المسكين، هذا يذكر في القرآن المكي. فهناك مجموعة أيضا من الأخلاق، فقد يوجد مثلا بعض المنهيات أيضا، سورة الإسراء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، نص كامل منهج اجتماعي، ابتداء من قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعًا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم. هذه كلها قرآن مكي، منهج اجتماعي لكن بما يسمى بأسلوب الإجمال، ما هي تفصيل. القرآن المدني يتميز القرآن المكي يتعرض لمسائل الاعتقاد قطعا، لكن مسائل الاعتقاد في مكة غير مسائل الاعتقاد في المدينة. فالقرآن المدني يتكلم عن العقيدة، لكن يتناول أو يتعرض تصحيح المعتقد في مرحلة أخرى وفي مواضيع أخرى. مثلا سورة المائدة مدنية بالاتفاق، فيها تصريح للمعتقد بالنسبة للتوحيد، وتعرضت لإثبات الألوهية لله عز وجل ونزعها عن عيسى بن مريم. تكلمت عن عيسى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. شوف مسائل عقائدية، يقرر التوحيد لكن من زاوية أخرى، من زاوية إيش؟ نفي التثليث وإثبات التوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. شفت كيف؟ هذا لا تجده في القرآن المكي، لأن المجتمع ما فيه عقيدة تثليثية، في عقيدة وثنية. فمن الآن إذا القرآن يتماشى مع الزمان والمكان، خطابه القرآن ليس فيه خطاب واحد، والسنة أيضا ليس فيها خطاب واحد. ولذلك حينما نقول تجديد الخطاب الديني، يعتقد بعض الناس يقول لك هذول خايفين من وسائل الإعلام وخايفين من رجال السياسة. أنا من خاف إلا من الله،
أي رجال سياسة ولا يخوفون هؤلاء؟ خوفنا من الله سبحانه وتعالى. لما نقول للإخوة وللدعاء جددوا خطابكم، راكم ناس عايشين خارج السياق التاريخي، خارج الكرة الأرضية، جددوا خطابكم. هذا الخطاب الكلاسيكي الأركايكي خلاص، هذا راح. اليوم سياق آخر، تغيرات في المجتمع وفي الكون، سياق غير السياق. فالجمود على خطاب واحد ليس من روح الإسلام. ثم التجديد، هل ديننا الدين يتجدد؟ نقول نعم، دين يتجدد. وهذا قد يتعجب من بعض الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة رجلا يجدد لها أمر دينها. مش معنى يجدد؟ مش معنى يحرف، يحل الحرام ويحرم الحلال؟ لا، الثابت يبقى ثابتا. القرآن فيه ثوابت لن تتغير إلى قيام الساعة. أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الحرام المقطوع بحرمته، الحلال المقطوع بحرمته، هذه ما فيهاش نقاش. أما المسائل التي هي تحت طائل الاجتهاد، يجتهد فيها العلماء والفقهاء، فيرى البعض بالوجوب ويرى البعض بالاستحباب، أو يرى البعض بالكراهة ويرى البعض بالتحريم، هذه تدخل في التجديد. هذه تدخل في التجديد قطعا. ليس هذا الموضوع. أطلنا في المقدمة سورة الليل مكية نزلت قبل الهجرة، ونزولها ابتدائي، لأن النزول في القرآن على نوعين، فيه نزول سببي وفيه نزول ابتدائي. النزول السببي حينما ينزل النص القرآني أو الآية أو السورة لسبب، يحصل شيء، تحصل حادثة كذا، ينزل القرآن يعالجه. الذي ليس له سبب يقال إن نزوله ابتدائي، نزول ابتدائي. لكن ليس يعني أن القرآن إذا نزل ابتداء بدون سبب أنه لا يراعى فيه بعد المناسبة. إيش معنى المناسبة؟ يعني أن الآية إذا نزلت أو السورة إذا نزلت أو بعض السورة إذا نزلت، لا بد أن يكون موضوعها ومحتواها يناسب الزمان والمكان، حتى ولو لم يوجد سبب ظاهر. يعني شفتوا القرآن كيف نزل في 23 سنة، كل شيء، كل قطعة منه، كل شوية منه تنزل، إلا حتى لو لم يوجد السبب، نزول السورة بالذات أو النص القرآني بالذات في الوقت الفلاني بالذات فيه مناسبة، مش هيك من فراغه بس. أي لا شك، مرحلة مكية مرحلة احتدام، صراع فكري عقائدي ثقافي ايديولوجي، دين جديد ظهر، رجل بين عشية وضحاها قام قال النبي، هكذا يعبر العرب، شهدوا بصدقه بأمانته بشرفه بعقله بكل صفاته الحميدة، لكن أنكروا كل ذلك بمجرد أن قال إني رسول الله إليك حسدا. تبعه من تبعه واستنكف عن اتباعه من استنكف، تبعه القلة، القلة القليلة تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. والعجيب أن الذي تبعه في الغالب من هم؟ الفقراء، العبيد، الموالي، المستضعفون. يقول قائل ليش؟ لما هرقل سأل أبا سفيان قال: أتبعه منكم الأغنياء؟ تبعه الأغنياء والأشراف من الفقراء والموالي؟ قال: الفقراء والموالي. قال: هم أتبع الرسل. عليش؟ لأن الطبقة الأخرى، الطبقة الأرستقراطية تسمى هذه في علم الاجتماع، الطبقة الأرستقراطية أو البرجوازية نسميهم بمتلة، هؤلاء من يسبهمش أن يكونوا بعد أن كانوا رؤوسا يصيرون ذيولا، بعد أن كانوا متبوعين يصيرون تابعين، بعد يكون عنده جمهور خلفه يصير هو فرد من هؤلاء الجمهور يتبع شخصا آخر. ففي حظوظ نفس تدخل كعامل يمنع من الإيمان. ولذلك لما نقرأ قصص الرسل، من أول من يتصدى للرسل الكرام؟ الملأ. قال: الملأ من قومي. هنا لابد أن تقف عند كلمة الملأ. ليش ما قال ربي ما قال؟ قال قومه. الملأ هم من هم؟ الأشراف، الشرفة، الأعيان، كل بلاد وش تسميهم؟ الناس يقول لك الشرفة، ناس يقول لك الأعيان، أعيان البلاد، ناس يقول لك الجروستات مثلا، هكا
الروس الكبار كذا، الغالب هؤلاء لا يريدون الاتباع، يدخل على قلوبهم من الكبر والبطر واحتقار الحق شيء عظيم، وعندهم حظوظ نفسه طبعا. فيه كذلك موانع أخرى تمنع، تدخل مسألة يدخل مسألة المال كذلك، يعتبر في أشياء تمنعهم من الاتباع. لذلك أكثر من يتبع الرسل هم الفقراء والعبيد والموالي، لأن هؤلاء الفئة الأخرى تتعامل في حياتها تعامل المصلحة، براغماتية، براغماتيزم نقولوه، أي تتعامل بالبراغماتية، ما ثمش صحبة مثلا، ثم مصلحة، عندي بك مصلحة مش مشكلة. نظروا قالوا شنو مصلحتنا احنا في اتباع هذا الرجل؟ وش مصلحة؟ بالعكس احنا مش نخسروا الآن، احنا عندنا اتباع، عندنا ناس كذا وناس تبجلنا وتمجدنا، نصير احنا نجلس مع الفقراء والعبيد كذا كذا، شفتوا كذا؟ بينما الفئة الأخرى من الفقراء والموالي والعبيد وكذا ما عندهمش مصلحة، بل يتبعون الحق لما في قلوبهم من الضعف والإخلاص، فيتبعون الحق، لا يرجون شيئا إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ليسوا براغماتيين كالفئة الأولى، ما عندهمش مصلحة. هذا لابد أن نذكره كمقدمة لهذه السورة، سورة الليل. موضوعها محتواها تعرضت لذكر شيء من آيات الله عز وجل الكونية في سياق القسم، أثبت الله جل وعلا حقيقة لا ينبغي المراء فيها، وهي اختلاف أفعال الناس وتفرقهم، وأن الناس ليسوا على شاكلة واحدة في العمل، وبالتالي نواياهم تختلف، لأن الأعمال تبع للنيات، فإذا اختلفت أعمالهم لابد أن تختلف نياتهم. وحثت السورة على الإيمان والتقوى والعطاء، وحذرت من الكفر والبخل والاستغناء، وجاء فيها الثناء على صديق الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان يشتري بخالص ماله العبيد ممن أسلم ويعتقهم لوجه الله، ما عندوش مصلحة، يشتري العبد المسلم الرقيق يشتري بماله، يقول روح ها حر لوجه الله، كما صنع ببلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الآن أعطيتكم جو، يعني لمحة عن الجو العام، الجو العام الموجود في مكة وقت نزول سورة الليل، وقت نزول سورة الليل هذا هو الجو العام، صراع فكري وأيديولوجي، مرحلة صعبة شوية، ضعفاء، فقراء، مستضعفين، قلة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، الواو واو القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم يحلف، الله يقسم بيش؟ بالليل. الليل معروف، هذا المخلوق العجيب الذي يغطي الكون، والليل، فالسورة مبتدأة بيش؟ بالقسم، الله يقسم. ولما سمع الأعرابي الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، سورة الذاريات، قال الأعرابي: سبحان الله، من هذا الذي أغضب الرحمن حتى يحلف؟ شكون الذي غضب ربي حتى يقسم الله عز وجل؟ فالله صادق في قوله بالقسم أو بغير قسم، لكن القسم يأتي ليش؟ لتأكيد حقيقة، يعطيها مزيد اهتمام، فيقول: والليل إذا يغشى، يقسم ربنا بالليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي، الغشيان والغشي هو التغطية، والليل إذا يغشى يعني إذا يغشى الكون بيش؟ بظلامه، يأتي الليل كالذي عنده لحاف أسود يجي ويضعه على شخص فيجد نفسه في الظلام، يأتي الليل فيغشى النهار ويغشى الكون كله بظلامه. هذه آية عجيبة من آيات الله، نكون في وضح النهار يرى بعضنا بعضا، فيه النهار معاشنا وفيه أرزاقنا وفيه حركاتنا، وفجأة ذهب الضوء وجاء الظلام، فيقول: والليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي ويغم بظلامه، ولم يقل والليل إذا غشي، يأتي بالفعل المضارع
ليش؟ لأن غشيان الليل يكون شيئا فشيئا. شفت الليل ما يهجمش هجمة واحدة، تغيب الشمس وفوق الشمس الشفق الأحمر، يبدأ الشفق الأحمر في الانصراف، ينصرف الشفق الأحمر وتأتي الظلمة شيئا فشيئا. شفت؟ ولذلك جاء الفعل المضارع والليل إذا يغشى، فهو يغشى الكون ويغشى البسيطة ويغشى النهار، يغطي كل شيء شيئا. والليل إذا يغشى والنهار، قسم ثاني إذا تجلى، هذا قسم ثاني من الله، يقسم الله عز وجل بعد قسمه بالليل يقسم بالنهار من باب المقابلة، لأن الليل والنهار، الليل يقابله النهار والنهار يقابله الليل، فهذا من باب المقابلة في علم البلاغة. والنهار إذا تجلى، تجلى بمعنى انكشف، ونقول في الفعل المضارع مثل ما قلنا في يغشى، لأنه حينما يطلع النهار الضوء يتدرج، ولا ما يتدرج؟ يتدرج. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ما قال والنهار إذا، بل إنه يتجلى شيئا فشيئا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق، وإن كان الفعل هنا فعل ماضي، تجلى يتجلى الفعل المضارع. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لأن آية الليل في غشيانه للكون أظهر، النهار الناس راقدين يستيقظون، فإذا بهم انكشف عنهم إيش؟ انكشف عنهم الليل. والليل إذا تجلى، كالذي يكشف ثوبا عن شخص غطى وجهه. والليل إذا والنهار إذا تجلى، والتجلي الانكشاف والطلوع والظهور. والليل إذا يغشى والنهار، والله عز وجل كثيرا ما يجمع بين الليل والنهار في القرآن. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وقال تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهما آيتان تتعاقبان تدلان في سيرهما على عظمة القدرة الإلهية، على عظمة الخالق وعلى استحقاقه للعبادة دون سواه. لا أحد أبدا يستطيع أن يتحكم في الليل والنهار. لو تقوم الآن الدول الأوروبية مع الأمريكان مع كل قوى العالم يقول لك تعرف اليوم سنجعل لكم نهارا بلا ليل، هل يملكون هذا؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، والله قال من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه آيات لا يقدر عليها أحد إلا الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان لا يجوز أن يغتر بنفسه مهما اخترع واكتشف وطار بعيدا في أجواء الفضاء وغاص بعيدا في أعماق البحار، جهده محدود في أشياء لا يملكها. الليل والنهار لا يأتي بهما إلا الله عز وجل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، نمرود هذا، عرفت القصة؟ إيش قال النمرود؟ قال هي هذه الحكاية، إيتوني بسجينين، خرجوا الاثنين من السجن فأتي بهما، اقتلوا هذا واتركوا هذا، أنا أحيي وأميت. سكت إبراهيم، قصده مو هذه الإحياء والإماتة. هل هذا قصد إبراهيم لما قال ربي الذي يحيي ويميت؟ ليس هذا قصده. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آيات عظيمة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والآن لا بد أن نفهم شيء يتعلق بالقسم. دائما عندنا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم خاصة القسم يتضمن قسما بالشيء المقسم به والمقسم عليه.
المقسم به الليل والنهار، الله أقسم بهما، أنت لا يجوز لك أن تحلف بالليل والنهار. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الله يقسم بما شاء، يقسم بالليل بالنهار والضحى والليل إذا سجى والعصر، وهذا البلد الأمين والشمس وضحاها والقمر إذا، يقسم بما شاء. لكن نحن لا نقسم بالمخلوقات، نحن نقسم بمن خلقها. فهناك قسم بالشيء للدلالة على عظمة هذا المقسم به، الله يريد أن يدلنا أن هذا الشيء الذي يقسم به عظيم، ثم يريد أن يؤكد حقيقة هي المقسم عليه. شنو هالشيء هذا الذي سيقسم الله عليه؟ لا بد أن يكون ارتباط بين المقسم به والمقسم عليه، لا بد، لا بد فيه صلة. لا يعني لا يأتي القسم هكذا بالشيء ثم فيه انفصال بين المقسم به والمقسم عليه، هذا لا يكون في القرآن، مستحيل مستحيل. ستسمع الله يقسم بالليل والنهار آيته، الليل ظلام والنهار ضياء، الليل ظلمة وظلمات والنهار نور صابع، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذان القسمان فيهما إشارة وتشبيه لمرحلة الجاهلية ومرحلة النبوة، فمرحلة الجاهلية مرحلة كلها ظلمات لنور، ظلمات غطت الجزيرة العربية وغطت الكرة الأرضية، لكن هذه الظلمات لم تدم، فجاء ضياء ونور النبوة فبددها ليدلنا ربنا سبحانه وتعالى أن الظلمة لا يمكن أن تستمر دائما وأبدا. فالظلم أو الظلام مهما حلو لك ومهما طال زمانه، يأتي الوقت والزمن الذي يأتي فيه الضياء فيبدده ولا يبقي أبدا. جاء نور النبوة وضياء الرسالة فبدد ظلام الجاهلية، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يأتي القسم الثالث وما خلق الذكر والأنثى، هنا شوية تركيز، وما خلق الذكر والأنثى. قيل ما هذه؟ مصدرية. شو معنى مصدرية؟ يعني تقوم مقام المصدر، بمعنى كأن الله قال وما خلق، يعني وخلق الذكر والأنثى، فالله يقسم بفعله، يقسم بفعله أنه خلق الذكر والأنثى، هذا معنى للآية، أن الله أقسم بفعله. ما هو الفعل؟ هو الخلق، لأن ما مصدري وما خلق الذكر والأنثى، فيكون المعنى وما خلق الذكر والأنثى، يعني كأنه قال وخلق الذكر والأنثى، أقسم بفعله. وقيل إنما يراد بها من، أي ومن خلق الذكر والأنثى، يكون قسم بنفسه. فهنا هذا قسم على نوعين، إما أن يكون قسم بفعله أو قسم بنفسه، والآية تحتمل هذا وهذا، وما خلق الذكر والأنثى. وهذا وجه قول، أقصد قراءة الجمهور، جمهور القراء من الصحابة ومن بعدهم قرأوا وما خلق الذكر والأنثى. في قراءة أخرى سبعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ابن مسعود وأبو الدرداء، ما فيهاش ما، ما فيهاش ما، وما خلق الذكر والأنثى وخلق الذكر والأنثى. وهذه قراءة أقسم ابن مسعود وأبو الدرداء أنهما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة، فقراءة سبعية، لكن خالفت قول الجمهور، جمهور القراء قرأوا وما خلق الذكر والأنثى، ابن مسعود وأبو الدرداء قرأ أيضا وقراءة ثابتة وخلق الذكر والأنثى، ما ثمش ما. فالله يقسم، هذه لا تقسم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. شوف جمع بين الذكر والأنثى، الذكر معروف والأنثى معروفة في كل الحيوانات، في كل الحيوان، أقصد الحيوان لما نقول الحيوان يدخل فيه الإنسان، كل حي جعله الله ذكرا وأنثى، فبني آدم ذكر وأنثى، والجن ذكر وأنثى، طيب والحيوانات الأخرى ذكر وأنثى، حتى النبات ذكر وأنثى، حتى النبات فيه الذكر وفيه الأنثى. الشجرة قبل الثمرة تخرج الأزهار، الأزهار هذه فيه زهرة ذكر وفيه زهرة إيش؟ أنثى. ويقع التلقيح بالرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح تلقح السحب وتلقح أيضا الثمار،
الرياح هذه تلقح. انت الان لما يكون عندك شجره تين سميها البكور ونسميها الكرموس، هاي شجره التين لما تكون انثى وش يجيبوا لها؟ يسمونها الذكار. شو يقول ايش؟ تين ذكر، ويعلقوا في بالنحل. اي نعم بالنحل كذلك، نعم يقع التلقيح بالنحل وبالحشرات كذلك بالناموس، ها ويقع التلقيح. في نخله ذكر وفي نخله انثى، في تين ذكر وفي تين وما خلق الشنقيطي في اضواء البيان قال حتى الحجر فيه ذكر وانثى. اي نعم، لأن الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسألوا الإمام الشنقيطي رحمه الله، قالوا له طيب الماء، قال الماء زوجان هيدروجين وأكسجين. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، حتى الماء من زوجين، صحيح من ديكومبوزون هكا. طيب وما خلق الذكر والأنثى، شوف وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار، والليل إذا يغشى قابل الليل بالنهار والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى قسم إما بنفسه أو بفعله سبحانه وتعالى، الذكر قابله بخلق الأنثى. وما خلق الذكر والأنثى فيكون قد خلق، حلف سبحانه وتعالى بماذا؟ بفعله لخلق الذكر والأنثى بفعله أو بنفسه. وما خلق الذكر والأنثى على قراءة مسعود وأبي الدرداء، إذا حذفنا الميم ما يكون القسم بيش؟ بالمخلوقات، بالمخلوقات والذكر والأنثى. والله عز وجل أقسم بالمخلوقات فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وقطعا أن ما نبصر المخلوقات. وقال أيضا ووالد وما ولد، لكن الله يقسم بما شاء وليس لنا أن نقسم إلا به عز وجل. لا قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يأتي الآن جواب القسم، هالأقسام الثلاثة هذه عليش هاو يأتي ما يسمى بجواب القسم وهو المقسم عليه، ويأتي مؤكدا بإن ولا بالتوكيد، إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، السعي هو العمل. يقسم الله عز وجل أن سعيكم كم أنتم، خطاب للناس جميعا. شتى جمع شتيت، المختلف المتفرق. الله يقسم ثلاث أقسام متتالية أن عمل الناس مختلف متفرق، ليس شيئا واحدا، فيه الإحسان وفيه الإساءة وفيه ما بين أفعال الناس تختلف، الناس مختلفون في أفعالهم وكسبهم وسعيهم. وهنا ننظر العلاقة بين القسم والمقسم عليه. ذكر الليل والنهار، الليل علامة للظلمة والنهار علامة للضياء والنور، كذلك أعمال الناس، هناك من يعمل الظلمات وهناك من يعمل النور، هناك من عمله ظلام في ظلام في ظلام، وهناك من عمله نور في نور في نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النبي صلى الله عليه وسلم شبه بعض الأعمال بالنور، ماذا قال؟ قال الصلاة نور، الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، وفي لفظ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فشبه أعمالا بالنور. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي متفرق. هذه حقيقة ينبغي أن نسلم لها، ليس المقصود أن هذا شيء معروف، معروف عندنا أن أعمالنا مختلفة، لكن كيف نتعامل مع هذا الاختلاف في العمل؟ كيف نتعامل معه؟ أنك لا تلزم غيرك بما التزمت به، الشيء الذي التزمت به أنت لا تلزم به غيرك، حتى في العمل الصالح، في العمل الصالح أنت عندك نشاط في الصيام، لا ألزم به نفسك، لا تلزم به غيرك، غيرك ليس عنده نشاط في الصيام، عنده نشاط في الصدقة،
انت مثلا الدرهم ما تخرجوش، قال لك خروج الدرهم مع خروج الروح، الله يستر. فهمت؟ واحد قال له من اين يخرج المال؟ قال من حيث تخرج الروح، الله يستر. هذاك واحد شخص في وقت الفرنسي قبل له، ممكن تفهمك الورقه نتاع 500 فرون، هي 500 فرون 500 فرون ولا 500 فرون ها 500 فرون باسكال يسمى باسكال يسمى عاد اول ما ظهر ميزان خضراء وكبيره هكا ولماعه شويه. وهذا حصل شيء امامي، النكته حصلت امامي، فخرجها هو من سحبها من الديستريبيتور ووريها لي. قال شفت هذه؟ قال يتعدى على فم الميت يتبسم. حول ولا قوه الا بالله. واعتقد قال لي هذه لو تقول هكذا على فم الميت يبتسم. واش تنفعه هذه؟ ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني، ما اغنى عنه ماله وما كسب. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشدى، ان سعيكم لشتى مختلف ومتفرق لستم على شاكل، قل كل يعمل على شاكلته، فيكم المحسن وفيكم المسيء ان سعيكم لشتى. اذا العمل شتيت وتفرق واختلاف بين بني ادم، كل واحد عنده طاقه وكل واحد عنده قدره وكل انسان عنده توجه. هذا يكرس ايها الاخوه معنى التعايش الذي نحتاجه اليوم، معنى التعايش مع الآخر. الناس ليسوا مثلك أنت، أنت عندك قناعات وعندك فكر وعندك مفاهيم مستقرة في ذهنك أو في قلبك، الناس ليسوا مثلك، عندهم تفكير آخر وقناعات أخرى ومشارب أخرى، الناس ليسوا مثلك، فأنت لا تطالب غيرك بأن يكونوا مثلك، أنت عندك قناعاتك، هذه قناعاتك، جزاك الله خيرا، ما أصبت فيها الحق، عندك حق فيها، ما أخطأت فيها، أخطأت فيها. لابد أن يتعلم المسلم أن يقبل بالآخر، بالآخر المتنوع المختلف عنه، الناس مش كيف كنت، هكذا ربي حق، الله أراد ذلك، قال إن سعيكم كيف كيف، قال إن سعيكم إيش؟ لشتى. فهل نتعايش ولا نتقاتل؟ نتعايش حتى لو اختلفنا. اختلاف الناس لا يعني ذلك أن يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى الاقتتال والاحتراب والاضطراب كما هو حاصل في بعض بلاد العرب والمسلمين. مشكلة اليوم تمشي الهند تلقى 365 دين على عدد أيام السنة، كل يوم فيه دين، 365 ملة، اللي يعبد الله واللي يعبد البقر واللي يعبد الفئران واللي يعبد الماء واللي يعبد العنكبوت واللي يعبد الشجر واللي يعبد الشمس والقمر والحجر، معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يقتتلون فيما بينهم، يتعايشون. ولما يتعايشون تجد كذلك بعض المجتمعات مثل المجتمعات الأوروبية مزيج فيهم مسلمون ونصارى ويهود وبوذي وبوذيين وملاحدة ومن يعبد الشيطان، صحيح ولا؟ والناس تتعايش، تأخذ المواصلات العامة، تشترك في بعض القواسم المشتركة، بعض القيم الكونية، وتتقاسم ايضا المرافق، المواصلات العامه، الطريق العام، المغازات، ما هو حق للمجموعه الوطنيه، يتعايش. تكون عندك جار انت نفس البالي، عندك اربع او ثلاث جيران، كل جار عنده دين، صحيح ولا؟ ولا ضرب ولا مضروب ولا قتل ولا مقتول. واحنا اليوم المسلم يقتل المسلم. دينهم واحد، ونبيهم واحد، كتابهم واحد، وقبلتهم واحدة، ويقتتلون فيما بينهم. ليش؟ لأنه كل واحد يحب يفرض نفسه على الآخر. ما تفرضش نفسك عليه ولا أفرض نفسي عليك. كل واحد له قناعاته، كل واحد يريد أن يفرض نفسه على الآخر. لأنه احنا العرب مع الأسف نستهوي ونستعذب الديكتاتورية حتى مع الولد الصغير، نعلمه يتكلم، شد ولده يقول له بونجور، قل الحمد لله، قل لا اله الا الله، بداش يتكلم ويسكت ويسكت، سكت انت، ساتر يا رب. المشكله هذه. فنحن نتعلم التعايش مع الغير، نتعايش، لان الله قال: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. لا بالصيروره، قال الرازي، يعني انهم سيصيرون الى الاختلاف.
إن سعيكم لشتى كما قال تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لكم دينكم انتهى الأمر. أنا في راحة نفسية، ليش أنا أريد أن أفرض نفسي على المجتمع؟ لا أفرض نفسي على المجتمع، على أحد، هذه قناعاتي الشخصية. كل إنسان يفعل ما يشاء بينه وبين ربه سبحانه، إذا عرض لي سبب لنصحي أنصح، لكن كما قال الله لنبيه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي انتشر ما انتشر بالسيف كما قال ابن القيم، قال من قال انتشر بالسيف فقد كذب، انتشر بالخلق الكريم وبالإقناع والحجة والدليل، ومن قال أن دولة النبي صلى الله عليه وسلم قامت بالسيف فقد كذب عليه، إنما قامت بالقرآن وبالأخلاق الكريمة بالحجة. السيف جاء في مرحلة متأخرة لأسباب ضيقة جدا، حماية الدعوة وما إلى ذلك، حماية بيضة الإسلام والدفاع عن النفس. ولذلك في بدر أول لقاء مسلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهب هو إليهم ولا جاءوا هم؟ هم جاءوا وزادوا رجعوا في أحد، صحيح ولا لا؟ هم خلالهم البلاد بما فيها، هم خرج منها مكة، ومع ذلك لحقوه وظلوا يطاردونه، منعوه من الكعبة العام السادس صلح الحديبية، وزاد نفس الشيء، أتوا في العام السادس في غزوة الأحزاب وحاصروا المدينة في 12 ألف عسكري، رغم أنه ترك لهم مكة بما فيها، تفرض نفسه ولا أحد عليه صلوات الله وسلامه. إن سعيكم لشتى، وهذه لابد أن نقبل بها كواقع أراده الله وحقيقة لابد أن تستقر. المثل الشعبي يقول لك صوابع يديك مش كيف كيف، بعض الأحيان يكون مجموعة من الأبناء، بنات ولاد، من أبوين، من أب واحد، كلهم أشقاء، من أب واحد وأم واحد، كل حد يشد طريق، صحيح ولا؟ واحد يصلي والآخر ما يصليش، واحدة لابسة الحجاب والأخرى مش لابسة الحجاب، واحد يتكيف يشرب الدخان، واحد ما يشربش الدخان، واحد يشرب الخمر، واحد ما يشربش الخمر، واحد نجح في الدراسة والأخرى نافع الله، واحد فالح في التجارة والآخر ما تقول له واحد ما تقدرش تقول له واحد يشري باقيات يغشوه، ما هو ما يعرفش مسلم. إن سعيكم لشتى، فيجي يقول شو بك مشكي أخوك؟ إن سعيكم لشتى. هذه قدرات من الله سبحانه وتعالى، يطور الإنسان نفسه، يصلح نفسه، لكن ما يمكن تجعل الناس كلهم على درجة واحدة في الفعل والعمل، يستحيل، مش موجود. إن سعيكم لشتى، عملكم الله أقسم على هذه الحقيقة، لابد أن تستقر وتبقى الحقيقة هذه بني آدم. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فللتفريع. فأما من أعطى، هنا لم يذكر لا المعطى ولا المعطى إليه، هنا ذكر الفعل دون المفعول. في علم أصول الفقه يقول لك إذا ذكر الفعل دون المفعول احمل المعنى للعموم. فأما من أعطى، أعطى شنو؟ كل ما يعطى، المال، الجاه، السلطان، العلم، الوقت، الطاقة، الصحة، كل ما يصح عطاؤه. لشكون؟ لم يذكر الجهة، لمن يستحق. فأما من أعطى، أعطى شنو؟ أعطى كل ما يعطى. العلم يعطى ولا ما يعطى؟ أجيبه، يعطى. النصيحة تعطى ولا ما تعطى؟ الصحة، الوقت، المال، كل شيء يعطى. فأما من أعطى أعطى ولم يذكر الجهة، واتقى لم يذكر المعطى ولم يذكر الجهة التي يعطى إليها، أي جهة تستحق العطاء، ليدل القرآن على أن عمل الخير ليس له جهة معينة. عمل الخير ليس له جهة معينة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا، هل قال افعلوا فيما بينكم فقط؟ افعلوا الخير. فأما من أعطى واتقى، اتقى الله عز وجل وصدق بالحسنى. الحسنى هنا بعضهم قال صدق بلا إله الله، والجمهور والصحيح
أن الحسنى هي الجنة، يعني صدق بالجنة، صدق أن الجنة موجودة. هذه ثلاث شروط، والدين يدور على الثلاث هذه كما يقول ابن القيم. الدين إما أمر أو نهي أو خبر، الأمر في أعطى، النهي في واتقى، والخبر في صدق بالحسنى. شوف الآية هذه ثلاث كلمات جمعت الدين كله. الدين كله إما أمر أو نهي أو خبر، إما أمر يأمر الله به أو نهي ينهى عنه أو خبر يخبرك به. الدين كله اجتمع في ثلاث كلمات هذه فقط، أعطى أمر، واتقى نهي، وصدق بالحسنى خبر. صدق بالحسنى، شنو هي الحسنى؟ هي الجنة، كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. صدق بالجنة، ما هو جزاؤه؟ فسنيسر الجملة الشرطية، فأما لنا هذا الشرط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا جزاؤه، والله سييسر له ماذا؟ اليسرى. شنو هي اليسرى؟ الصواب أن اليسرى هي العمل الصالح. الله ييسر لهذا الإنسان العمل الصالح، يسهله على قلبه، يشرح صدره له، يقذف في قلبه الاندفاع له، يسهل جوارحه له، يصير العمل الصالح هيناً ليناً سهلاً عليه. لكن هذه مكافأة من عند الله. متى؟ إذا أتى بالشروط هذه الثلاثة، أعطى، اثنين، واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره، يأتيه التيسير من الله. فالله لا ييسر لإنسان لا يعطي ولا يتقي ولا يصدق. لا ييسر إلا إذا أعطيت واتقيت وصدقت، صدقت بالحق وصدقت بالجنة، إنه الجنة حقيقة، الله ييسرها لك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يسرى العمل الصالح، الله ييسره ويسهله. وأما من بخل المقابلة، وأما من بخل نفس الشيء، لم يذكر المبخل به، مثل ما قلنا أعطى، بخل بإيش؟ بكل ما يمكن أن يبخل به. في بخل بالماء موجود ولا؟ في بخل بالصحة، حتى بالصحة بخيل، يبخل بصحته، هذا سبيراتور ما عندهاش المس، وصية لا بأس عليه، لكن هو هكذا بخيل بصحته، يبخل بوقته، يبخل بالعلم. الذين يبخلون يكتمون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يبخل بالعلم، يبخل بالنصح، يبخل بكل ما يبخل به، يبخل بالمنافع، ما فيش منفع، ما ينفع حد، لأن أعطى فيها النفع المتعدي. كلمة هذه أعطى النفع المتعدي يتعدى، أما هو ما ينفعش. إحنا في شجرة مش عارف تسميوها الخروع، تعرفوها الخروع؟ ها؟ شجرة الخروع تعرفوه الخروع؟ الخروع فيها أوراق كبار كده شو؟ أي هذا الخروع يقول لك زي كان شجرة الخروع تشرب الماء وما ما تنفعش. في بني آدم هكذا، بني آدم ما فيش نفع شيء، ما ينفع بشيء، بخل بخيل. وأما من بخل واستغنى، استغنى يعني استغنى عن الدين واستغنى عن الله واستغنى عن الحق. بعض الناس هكذا ما تحدثوش عن الدين، لأن يعني الدين هو ما يشوفش نفسه محتاج للدين أصلا. حتى يتكلم على الدين يقول لك فاش تخرف أنت، أنا ترى أنا فاتك، يقول لك فاتك التجربة، فاش تحكي الدين عنده شيء، ما يقول لك طقوس هذه كلها. نحكي لك على ناس تنتسب للإسلام، ما نحكيش على غير المسلمين. والله العظيم الدين عنده لا يوجد في خريطة الحياة، حياته فيها خريطة، عرفت ولا كارت؟ الخريطة فيها مشاكل، زوجة، أسرة، عمل، وظيفة، سياسة، كذا، اجتماع، كلها. الدين خارج الخريطة، ما عندوش هاجس أو تعلق بالدين أصلاً، ما يفكرش في الدين أصلاً. حتى لما تكلموا عن الدين يقول لك فاش تحكي خويا، نحكي معك بزنس على شوية حكيو. نتو الآن في بيع وشراء ولا كذا، أمور جدية، دخل الدين، الدين خليه كذا. فهو نسأل الله السلامة مستغني عن الدين في استغناء. قيل لشخص هيا تعالى صلي صلاة الاستسقاء، والبلاد جفت والقحط، يبس أيبس الضرع وجفف
وأيبس الزرع فضحك، قال شو تعملوا؟ صلوا صلاة الاستسقاء. قالوا الكونت ديالي، قالوا سحابي سحابي في الكونت في لاكوست، سحاب عرفتوا سحاب ينطر، قالوا هذا سحابي ديالي في لاكوست يحكي على الكونت مستغني عن الله. لكن هذا سينزل الله عز وجل به في وقت من الأوقات أزمة سوف يبين له فيها ضعفا، وأن المال كل ما يملكه لا شيء. فقوله وأما من بخل واستغنى، استغنى عن الدين وكذب بالحسنى، كذب إيش؟ بالحسنى عن الجنة، يكذب بها، كذب بها. بعض الناس يكذب بالجنة، قال كن شفتوها أنت. نقول لكل من كذب بالجنة أو شك فيها نطمئنك والله لن تدخلها، من كذب بالجنة لن يدخلها، ومن كذب بالنار سيدخلها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الذين يسخرون من الجنة اسخروا استهزئوه اضحكوا كذبوا لن تدخلوها، الذين يسخرون ويكذبون بالنار ستدخلونها بإذن الله عز وجل. وكذب بالحسنى وكذب بالجنة، فالكلام عن مؤمن وكافر، عن إيمان وكفر، عن تصديق وتكذيب. شفت الأفعال، أعطى قابله بخلا، واتقى قابله استغنى، صدق بالحسنى قابله كذب بالحسنى. آية المقابلات، يذكر الشيء ويذكر ضده، لأن من حكم الله الكونية أو سنن الله الكونية والشرعية المتضادات، يخلق الليل يخلق النهار، يخلق البرد ويخلق الحر، يخلق الفقير ويخلق الغني، يخلق الصحيح ويخلق الضعيف، القوي والضعيف، وهكذا. ليش؟ المتضادات قالك هذه هي التي يتحقق بها توازن الكون، الكون لا يتوازن أو لا يحقق التوازن على نوع واحد، التنوع هذا هو الذي يتحقق به التوازن، لا بد أن يبقى في الكون هذا وهذا، وإلا يختل نظام الكون. كذلك بالنسبة للسنة الشرعية أن أعمال الناس شتى، هناك من صدق وهناك من كذب، هناك من أعطى وهناك من بخل، هناك من اتقى وهناك من استغنى. كذلك وجود هذه المتضادات في الأفعال يتحقق بها التوازن في المجتمع، يعني أنت مهما كنت محب للخير الناس كلهم لن يحبوا الخير مثلك، مهما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر المنكر سيبقى. حرمت الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشربت بعد التحريم، شربها من الصحابة، صحابة أجلاء كبار كرام إيمانهم مثل الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم. المنكر لا يمكن إزالته من الأرض مطلقا، مستحيل، يبقى، لابد أن يبقى، بقاؤه في حكمة. إذا الناس كلها تولي صالحة، الصلاة والعبادة وكذا، ما عادش دعوة إلى الله، ولا عاد أمر بالمعروف ولا المنكر، ليش؟ الناس ما عاد تخطب لا في الربا ولا في الزنا ولا في المنكرات، علاش؟ الناس ما تعملهاش. إذا بقاؤها فيه حكمة، حكمة إلهية، لتبقى شعيرة الأمر بالمعروف وشعيرة النهي عن المنكر، لتبقى شعيرة الدعوة إلى الله عز وجل، لتبقى شعيرة النصح في الدين، عادي. إذا هذا الشيء كيف نتفاعل معه بتلقائية وعادية؟ عادي، ننكره بالقلوب، نعم ننكر المنكر بالوسائل المشروعة، لكن لا يعني ذلك أن ندخل في أزمة نفسية والإنسان يصير يرى سوادا في كل شيء، لا، لا بد أن نرى كل شيء أسود. في سنن كونية لا بد أن تنظر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما يغني عنه، الضمير هذا يعود إلى الإنسان، ما يغني عنه ماله، ما يغنيه ماله لا يغني عنه ماله، يعني أن ماله لن يغنيه ولن ينفعه إذا تردد، تردد هو السقوط،
قل تردى من الجبل طاح، تردى يعني إذا سقط فين؟ في النار. إذا سقط في النار لا يغنيه المال، هل ينفعه المال؟ انتهى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط في النار لن يغنيه ماله. إن علينا للهدى، الله يتولى هداية من شاء هدايته، قل كما قالوا على الله قصد السبيل. إن علينا للهدى، أي هدى الخلق علينا نحن، وإن لنا للآخرة والأولى، لنا للملك، الله عز وجل له ملك الدنيا والآخرة. والآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حزين يرى قومه عندهم المال وعندهم الجاه وعندهم السلطان، وأصحابه حققوا الإيمان، والطاوي طاوي والبيجيعان بيجيعان والعريان عريان معهم، فهذا يأثر فيه. فرب يقول وما يغني عنه ماله إذا ترد، شفت المال الذي عنده إذا سقط في النار لن ينفعه. يعلق قلبه وخاطره بالآخرة. إن علينا للهدى، وانت حزينة ما تحزنش، هدايتهم علينا، انت بس تنصح وتدعو ومشي في حالك. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، يأتي الالتفات من البلاغة، يكون ينتقل أسلوب الكلام من الكلام عن ضمير الغائب، وما يغني عنه ضمير غائب، ينتقل الكلام يسمى الالتفات من الضمير الغائب إلى الضمير الحاضر بصيغة الجمع. فأنذرتكم، ما قال فأنذرتهم أو أنذرته، أنذرتكم أنتم، الإنذار التحذير. نارا تلظى، نارا تلظى تلتهب وتستعد، لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولا مخلدا فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بقلبه وتولى بفعله، فجمع في التكذيب بين أمرين، تكذيب قلبي وتكذيب عملي. وسيجنبها الأتقى. وجمهور المفسرين بل رؤية إجماعا أن الآيات الأخيرة من سورة الليل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يشتري العبيد بماله كما قلت ويعتقهم لوجه الله. إيش قالوا أهل مكة؟ قالوا تمو يشري في فلان وفي فلان، تمو مش يخدمهم بعد، ما هي المصلحة؟ يظنون أن قياس، أن قياسهم كقياس أبي بكر، وأن مفهومهم كمفهوم أبي بكر، وأن عملهم كعمل أبي بكر، وأن نيتهم كنية أبي بكر. فالله يثني على أبي بكر فيقول وسيجنبها، أي النار الأتقى، وهو أبو بكر الصديق، ويدخل في هذه الآية ويتبع كل من حقق تقوى الله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فهو بماله يتزكى، يزكي نفسه ويطلب التزكية والنماء عند الله عز وجل. يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني يعطي ماله دون أن يكون لأحد نعمة عليه، يعني يعطي ماله بلا مزية، يعتق الرقبة دون أن تكون يكون الرقبة هذه يد عليه ولا مزية عليه ولا مصلحة فيه، إنما هو لوجه الله. وما إيش قال؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما يبتغي بهذا المال إلا وجه الله الأعلى سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا، ولسوف يرضى. هذا ثناء على أبي بكر الصديق وتبشير له بالجنة وإثبات إخلاصه، وأن المال الذي يشتري به العبيد ليعتقهم ما يبتغي به إلا وجه الله، لا عنده مصلحة ولا مزية يردها لأحد، ليس لأحد عليه فضل ولا يد، بل الفضل من الله ثم بماله. يوم نعتق بلال بن رباح ايش قال عمر بن الخطاب؟ قال أعتق سيدنا سيدنا، أعتق ايش؟ سيدنا سيدنا، سيدنا أي عمر، سيدنا أي بلال بن رباح رضي الله عنهما وأرضاهما. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقفات وقفناها مع هذه السورة المباركة على وجه الاختصار دون إطالة. أسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في القرآن العظيم وينفعنا وإياكم بما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم. شكر الله لكم هذا الحضور وبارك فيكم ويتجدد لقاؤنا في صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.